القديم حرام عليك. قلت لك كنت شاربه ومش فاعل، فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك، رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. انا ما ينفعش اروح كده. لو لوجيك انا صحي هنقول لها ايه؟ بليز يا نديم، احنا فرطة كبيرة قوي، لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته، ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة، ولا حتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليز. انت طالب. عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصل. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان، بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئله. اوكي؟